أصدر مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أصدر تقريرا يتهم فيه حكومة جنوب السودان باعتماد سياسة الأرض المحروقة التي تشمل عمليات الاغتصاب والنهب وقتل المدنيين عمدا أثناء الحرب الأهلية عام 2015. وفقا للتقرير، كشف معدل انتشار الاغتصاب بأنه كان يستخدم في الصراع كممارسة مقبولة من القوات الحكومية والميليشيات المسلحة التابعة لها. وسجلت تحريات الأمم المتحدة أكثر من 1300 تقرير عن حالات الاغتصاب في ولاية الوحدة بجنوب السودان بين أبريل وسبتمبر عام 2015. وبدأت الحرب الأهلية في السودان منذ ديسمبر عام 2013، أي بعيد سنتين ونصف من تحول جنوب السودان إلى دولة مستقلة. وحصدت هذه الحرب حياة عشرات الآلاف، كما شردت أكثر من 2 مليون شخص عن بيوتهم.